السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء، إن شاء الله راح نكمل ما بديناه من أساسيات أساسيات الحاسوب. الحاسوب. قبل بالمحاضرة السابقة أخذنا عن الـ Operating System واطلعنا على واجهة الويندوز 10 والستارت منيو. اليوم إن شاء الله راح نكمل أيضا بعض الأساسيات اللي موجودة في الويندوز بصورة عامة وويندوز 10 بصورة خاصة. محاضرتنا هذه راح نتكلم عن ما هو الملف أو الفايل. إحنا بالمنظور الاعتيادي أو الصورة الاعتيادية اللي نعرف إنه الفايل هو عبارة عن ورقة تحتوي على مجموعة من المعلومات. هنا أيضا نفس الحالة، الفايل هو عبارة عن مجموعة من المعلومات. هاي المعلومات تكون تابعة لبرنامج أو تطبيق software، كأن يكون هذا الفايل تابع إلى الأوبريتنج سيستم أو لبرنامج معين أو فايلات خاصة إنه. مثلا Operating System Files، أكو بعض الفايلات التابعة لنظام التشغيل، أكو بعض الفايلات تابعة لبرنامج معين، أكو فايلات تابعة إلي شخصيا، كان يكون صورتي الخاصة أو كان يكون صوتي، كان يكون الفايلات الخاصة بالبروجرام، كان يكون مثلا ملف وورد، ملف PDF. هذني يعتبر ملفات خاصة ببرنامج. أما بالنسبة للملفات الخاصة بالأوبريتنج سيستم، أيضا أكو ملفات خاصة بالأوبريتنج سيستم موجودة في الويندوز موزعة حسب التطبيقات الموجودة في الويندوز، مثلا فايلات تخص برمجة السيتنج أو غيرها. طبعا الشيء اللي يميز الفايل عن الأمور البقية إنه الاسم للفايل يأتي بعد الاسم نقطة، وبعد النقطة كلمات تعبر عن امتداد هذا الفايل. امتداد هذا الفايل هو التعريف للملف أو الفايل لأي تطبيق أو برنامج هذا الملف تابع. مثل ما تشوفون مثلا هذا الملف وورد، عرفت ملف وورد من خلال شكله. بعض الأحيان شكله أقدر أغير أيقونته، الويندوز يتيح لنا إمكانية تغيير الأيقونة، لكن راح أقدر أميزه من خلال الإكستنشن. الإكستنشن امتداد الفايل، راح نعرف من خلال هذا الامتداد لأي تطبيق أو برنامج هذا الفايل تابع. إذن اضطر أنا كطالب لازم أحفظ الامتدادات، وأهم الامتدادات أنا اللي أخصصتها لكم هنا الطالب مطالب بها، اللي هي DOC أو DOCX. DOC أو DOCX اثنيناتهم تابعات إلى Word Document. بالنسبة إلى X تضاف إلى الملفات المايكروسوفت فقط لتحديد نسخة الوورد، هذه للنسخ القديمة وهذه للنسخ الحديثة. TXT هذا تابع لNotepad Text File. Notepad أيضا برنامج من ضمن برامج الويندوز لكتابة الملحوظات وخزنها، وراح نتطرق على هذا البرنامج كيفية كتابة الملاحظات. أيضا يمكن استخدامه في إجراء بعض أساسيات البرمجة لبعض البرامج. XLS أو XLSX هذا تابع إلى اثنيناتهم إلى ملفات الإكسل، الـ HTM أو الـ HTML، هذين أيضا ملفات تابعة إلى الويب أو الويب بيج. الويب بيج طلاب، بعض الحالات أنا أريد أخزن داخل الحاسبة ويب بيج كاملة، يعني ما أقدر أنزل مثلا صورة صورة والكلمات واحد وأجمعها كلها بملف وورد وبعدين ارتبها، تاخذ من عندي وقت. كان يكون عجبتني فد بيج كامله، عجبتني اريد اتصفح بها اوف لاين، مجرد انه اسوي داونلود للبيج راح تنزل لي على شكل HTM او HTML. PPT او PPTX ايضا هو PowerPoint Presentation تابع للPowerPoint. الفرق عندي الاكس هو فرق عن الفيرجن فقط، اذا هذين اثنيناتهن يمثلن PowerPoint. اما بالنسبه اكيد تعرفون MP4 أو الـ MPEG، هذني نوعين تابعات للفيديو فايل. أكو أنواع كوما، أنا اخترت
هذني المميزات ال JPEG ال PNP ال PNG هذني أيضا picture file ال MP3 أو الويف صار قديم يعني يأخذ حجم شبيه فMP3 هو الأكثر شيوعا هذني الساوند فايل ال PDFات أكيد كل الطلاب يعرفوها اللي هي portable document format اللي هي التابعة للكتب الإلكترونية ملفات ال PDF هذني يجين بعد الدوت لأي اسم راح نعرف هذا المن تابع لأي شو اسمه برنامج. نجي على الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو creating و renaming و deleting للفايلات. بما أنه أنا تكلمت عن الفايل راح أحكي شلون أخلق فايل وبعدين شلون أسوي له rename وبعدين شلون أمسحه. راح نتكلم عنها خطوة خطوة. هنالك عدة برامج طبعا احنا نقدر نخلقها عدة برامج راح نستخدم اسهل وابسط برنامج هو برنامج كتابة الملاحظات النوتباد. اذا انا اريد افتح برنامج النوتباد احتاج الى الخطوات التالية اللي انا لخصتها لكم. النوتباد فتحه من خلال الستارت واروح على الويندوز اكسسوارز انزل على الويندوز اكسسوارز راح القى النوت باد هنا او ممكن راسا كتابه نوت باد وراح يطلع لي. فتحنا تطبيق النوت باد هذا شكل النوت باد مثل ما تشوفون عباره عن صفحه فارغه تحتوي على قائمه اسمها الاعتيادي Untitled. هذه هنا نقدر نكتب ملاحظات معينة احنا كطلاب في كلية الطب ما نحتاج ندخل بتفاصيل هذا التطبيق البسيط اللي بإمكانية برمجية كلش كبيرة. احنا بس مجرد راح نتعلم على التطبيق هذا كإدخال بعض المعلومات كان يكون معلومات مثلا رقم هاتف او معلومات يوزر وباسورد للطالب. فمثلا نكتب الاسم هنا انا كتبت هذه المعلومة حاليا هسه المعلومة غير مخزونة بالتطبيق. من اريد افتح التطبيق مرة اخرى ما راح ألقاها مخزونة أحتاج إلى عملية الخزن. عملية الخزن هي أما من خلال كل تطبيقات البرامج من خلال الفايل راح أقول له سيف راح يخزن لي طبعا بعد ما يختار المكان أو من خلال إغلاق التطبيق هذا الأكس راح يختار يقول لي ترى أنت ما خزنت كتبت شيء ما خزنته تريد تسيف وتقول له يس وتروح تختار المكان. فعندكم أوبشنين يا أما سيف اللي هي تقابلها شورت كات على الديسك على الكيبورد كنترول زائدا اس او من خلال الكلوز وبعدين اسيف. راح نقول له سيف الطريقه الاعتياديه او التقليديه واختار مكان معين اللي هو مثلا الديسكتوب. هنا شنطاني انطاني نجمه دوت تي اكس تي ليقول لي هذا امتداد الملف اللي خلقته اسمه تي اكس تي. انا شو اسوي بس انطي اسم واقول مصطفى اقول له سيف. هنا انا هسه صار عندي راح انزل هذني وراح نشوف هنا انا ملفات باسم مصطفى. من اجي افتحه من جديد راح يطلع لي هذا الملف. احتاجيت بعض التعديلات لكن اريد احافظ على الملف الاصلي كان يكون اضيف بعض الامور معينه Al-Kindy medical college or college of medicine. هنا اضفت بعض التعديلات لكن اذا سويت عمليه سيف راح يخزن هذه التعديلات على الاسم القديم. انا لا اريدهن اثنيناتهن الاسم القديم مصطفى معلوماته موجودة والاسم الحالي أيضا معلوماته موجودة. فأضطر إلى أسوي عملية save as. save as
اللي هي عبارة عن Control Shift S، هاي غير مطالبين بها حاليا، انتم مطالبين بس Control زائد S معناته Save. Save As، انا اسوي له Save As، راح ايضا يقول لي باي مكان بالحاسبة تحتاجون تسيفوها، اختار مثلا Desktop واحطه بدل مصطفى اكتب مصطفى 2، ايضا Text Document Save. من اغلق ما راح يقول لي ترى انت ما مخازن، فصار عندي ملفين. هذا الملف من فتحه راح يطلع لي my name is مصطفى، وهذا الملف من فتحه راح يطلع لي my name is مصطفى انضافت عليه هذه المعلومه. صار عندي حاليا ملفين. اما اذا فتحت القديم وضفت عليه بعض المعلومات كان يكون I love my country. زين، واقول له سيف او كلوز، راح يقول لي سويت اضافه معلومات لكن ما خزنتها، راح اقول له سيف. فاذا تحدثت المعلومات. نرجع للمحاضره، حاط لكم عن الصور. طبعا انا هسه اختاريت اسم مصطفى، عجبني انه اغير الاسم. مجرد انه ادوس كليك، دست كليك، كليك اخر انطاني اوبشن تغيير الاسم. راح ادوس اسكيب واطلع حتى اعيد الحالة بطريقة تسمية بطريقة اخرى. هدوس عليها كليك ايمن، راح تطلع لي قائمة، من ضمن القائمة رينيم، واقول له مصطفى 1 مثلا. وهذه مصطفى 2. اذا طريقة الرينيم لاي فولدر فايل لأي تطبيق مجرد انه ادوس عليها كليك ايمن واسوي له رينيم، او كليك بعد ثانية كليك اخر. شوفوا هذا كليك وهذا كليك. زين، الفايلات اللي خلقتها هنا احتاج الى عملية ديليت، امسح. طبعا من عملية المسح ايضا هذا الريسايكل بن، اما انه اسحب الفايل اللي ما عاجبني ادوس كليك، انا حاليا باقي ضاغط الكليك، اسحب الماوس، لاحظ اودي المن للريسايكل بن، سويت له مسح. طريقة اخرى كليك ايمن وادوس ديليت، طريقة اخرى ادوس عليها كليك. زين، مثلا هذا الفايل ما عاجبني، ادوس كليك واروح على الديليت. خل اطلع لكم الاون سكرين كيبورد حتى نشوف الديليت اللي موجوده على الكيبورد. هذه هي ديليت، بعض الكيبوردات يكتبها مختصره دي ال، او بعض الكيبوردات يكتبها كامله. فاذا اسوي سلكشن للفايل اللي ما عاجبني واروح اقول له ديليت، يمسحها يوديها، هاي موجوده بالكيبورد. هذه هي عملية المسح لأي فايل ما عجبكم. نجي نتكلم عن الفولدر. شنو فرق الفايل عن الفولدر؟ الفولدر هو عبارة عن شنو؟ عن وسيلة لترتيب المعلومات أو الفايلات، فقط للترتيب. الفولدر هو عبارة عن شلون بوكس فايل، أحط بداخله الفايلات، احط طبعا البرامج، فقط لامور تنظيميه وترتيبيه. زين، هذا هو شكل الفولدرات. هذا مثلا هذا فولدر، هذا فولدر. شكل الفولدر بالويندوز 10 يختلف عن شكل الفولدر بالويندوز 7، عباره عن فايل لونه اصفر بداخله، احنا نسميه فايل، هو عباره عن بوكس فايل بداخله ملفات.
إذا أنا أريد هسه مبدئياً أول شيء راح نفتح أي فايل، سوي لنا فايل جديد نخلقه ونفتحه ونشوف شنو المحتويات اللي بداخله. عملية خلق الملف أو البوكس فايل أو الفولدر تتم عن طريق كليك أيمن بالمكان الفارغ ونسوي نيو وفولدر، مباشرة راح ينطيني اوبشن التسمية، اسمي هذا الفولدر ارينج. كتبت ادوس انتر وبعدين ادوس دبل كليك افتح الفولدر ونشوف شنو الامور اللي بداخل الفولدر راح تطلع لنا كواجب. اولا راح نشوف هنا شيء اسمه ادريس بار، هذا يسمى سكرول بار، هذا يسمونه نافيجيشن بين، هذا اللي يسموهن منيو، وهذا اللي يسموهن ريبنز، اللي كل منيو الى ريبنز خاصة. وبالنسبة الى هنا الى بعض الامور اللي هي تخص الكويك اكسس بوتونز، كان يكون مثلا هذه البروبرتيز للفولدر حجمه، يعطينا من ادوس عليه تعطيني البروبرتيز الخاصة للفولدر حجمه، مثلا اسمه، السكيورتي الخاصة به، الشكل مال الفولدر. هذا هو صفحة الفولدر. بداخله اذا ردت اخلق فولدر اضافي لغرض الترتيب عندي طريقة، هي اما اقول من انا من الهوم هي مباشرة تطلع لي هذه داخل الربن نيو فولدر واسميه مصطفى ادوس انتر، او باي مكان فارغ مثل ما تعلمنا ادوس كليك ايمن وبعدين نيو فولدر واسمي مصطفى. هذه عملية خلق الفولدرات، وهذا ايضا شكل الفولدر من الداخل يحتوي على هذه المعلومات اللي رتبناها. هنا انا ممكن نشوف العنوان للفولدر منين بدينا لوين احنا موجودين. هذا منا ننزل السهم دروب داون يقول لي بالديسكتوب موجود الارينج، او منا انا ايضا نقدر نشوف التري الخاصة بكل التطبيقات، هذا ديسكتوب راح نلقى الارينج. نرجع على المحاضرة مالتنا وقلنا انه احنا كيفية خلق فولدر، وحكيت لكم هنا صورة. بالنسبة للتايتل بار، تايتل بار هو هذا التايتل بار، من خلاله نعرف اسم الملف، من خلاله من هنا نقدر نعرف اسم الملف العفو او الفولدر. مسألة المينيمايزينج والماكسيمايز والكلوز، لكل ويندو، هو من اسمه ويندو، هذني يسمونه نوافذ، لكل نافذة هذني الاختصارات الثلاثة. مينيمايزينج كان يكون انا اريد اسوي مينيمايز حتى افتح تطبيق اخر، ادوس هذه راح يختفي، واسوي ماكسيمايز لهذا. ارجع اني على الفولدر مالتي، اذا اردت اسوي له تصغير كان يكون هيك صغرت، وارجع اسوي له تكبير من خلال هذه البطن. بعض الاحيان صغرتها بحجم ما يوالمني، مجرد احرك الماوس على الحافات، هاي الحافة او من انا على الحافة الزاوية، اقدر اكبر شكل الويندو باللي يناسبني، وراح يخزن هذا الحجم مستقبلا، يعني بحيث ان اكبر وارجع اصغر راح يخزن هذا حجم الملف. اكو امكانية ايضا انه اسحب التايتل بار، سحبته دايس انا كليك واسحب، راح اجي اسحبه على الجانب هذا، شوف صار لي بهذا الجانب، واقدر افتح اي تطبيق من الجانب الاخر، اقدر ادوس كليك منه واسحب على الزاوية العليا
فصار لي هنا، فصار اقدر افتح ثلاث تطبيقات او فولدرات في ان واحد كانه قسم لي الشاشه. ارجع على هذا واسوي له ماكسمايز حتى نشوفه على كل الشاشه. هذه خصائص الفولدر، عرفنا شنو اللي بداخله، عرفنا العناوين ايضا لكل جزء، كيفيه تصغير تكبير الفولدر كفيو. اما بالنسبه الى عمليه الاكس اللي هي الاغلاق، راح مباشره يغلقه بدون عمليه سيف او طلب سيف او غيره، هو اوريدي انت من خلقته وحطيت فيه بداخل المعلومات، او اوتو سيف راح يصير بداخله. هذا راح نغلقه من هاي الاكس، وهذا راح اسوي له ماكسمايز منها حتى تصير على الشاشه كلها. هنا انا جيت انا اعطيتكم تفاصيل لكل مكان موجود داخل الفولدر، الادرس بار، الوايت سبيس، المكان الفارغ اللي هذا المكان الفارغ ممكن من خلال ندوس كليك ايمن نقدر نضيف فولدر، نقدر ايضا نسوي فد ارينج معين للفولدرات، ارينج باي نيم، ارينج باي ديت، كل هذه الامور نقدر بس مجرد ندوس كليك ايمن تطلع لنا قوائم اخرى. الربن اللي هو عباره عن تشعب او قائمه منسدله من القائمه الاصليه بها الاوبشنات الخاصه بالقائمه الاصليه، كان يكون مثلا الهوم تحتوي على الكوبي والبيست والرينيم والنيو فولدر. اما بالنسبه للفيو ممكن تتحكم بالامور الخاصه بالايقونات اللي بداخل الفولدر، كان يكون الحجم او التصنيف مالتها حسب الحجم، حجم الصوره او حجم الملف، ممكن انه نخفي بعض الملفات ما نريدها تظهر، كل هذه الامور ضمن قائمه المنيو الفيو او ضمن الربن. الكنترول منيو مثل ما قلنا اللي هي عبارة عن جزء البروبرتيز، هذه اللي هي الكنترول منيو اللي هي هنا، زين من خلالها اقدر اتحكم بخصائص او اشوف خصائص الفولدر. النافيجيشن بين ايضا، هذه هي النافيجيشن بين اللي هو هذا الجزء اللي من خلاله نعرف جذور الفولدر. حكينا عن حافات الويندوز اللي من خلالها اقدر اصغر واكبر، بس مجرد انه اروح الماوس على الحافه وراح اصغرها واكبرها. حكينا ايضا عن المينيمايز والماكسمايز والريستور داون، يعني كان يكون انزلها او هذه ريستور داون، هذه عمليه السحب، هذه ماكسمايز. بالنسبه للكرييتنج ورينيمينج ديليتنج فولدر حاله حال نفس الطريقة لأي ملف قبل شوية شلون سويناه، مجرد انه إن اريد اسوي خلق ملف كليك ايمن بالمكان الفارغ ونيو فولدر، راح يختار لي اسم معين نسميه، بعدين ادوس انتر وراح افتحه، راح يصير لي ملف جديد. اما اذا اريد اسوي له عملية رينيم فكليك ايمن عليه واقول له نفس الطريقة رينيم واقول له مصطفى 2 مثلا. بعد ذلك ما عجبني الفولدر اريد امسحه، يا اما ادوس ديليت اللي موجوده بالكيبورد او عمليه السحب وادي ريسايكل بين او كليك ايمن ديليت مسح الفايل. زين اكو طريقه اخرى لعمليه النيو فولدر ايضا مثل ما شوفتكم قبل شويه، انه بداخل الريبن اللي خاصه بالهوم ممكن نضغط على النيو فولدر اللي موجوده بالاعلى فنشوفه مكانها. هذه انا معطي تفاصيل عمليه الخلق والرينيم والديليت الفولدر ايضا من داخل الريبنز اللي موجوده ضمن اي فولدر، كان يكون مثلا نسوينا في فولدر جديد وما راح اسميه، راح اقول نيو فولدر بدون تسميه مباشره. اذا هذا الفولدر ممكن ان نسوي له ديليت ونيو فولدر رينيم كله مجرد بس اروح اشر عليه سايب ديسكتوب مثلا هذا الارينج او نيو فولدر هذا اللي سويته. زين مجرد انه اقدر اقول له نيو فولدر داخله وهذا الارينج داخله فولدرات، اقدر اسوي لها عمليه ديليت رينيم، اقدر اسوي لها كات كوبي انقلها لغير مكان. هسه راح نجي على تفاصيل الكوبي والكات، كل هذا موجود ضمن الهوم منيو الربنز الخاصة بها.
ثاني عندي بعض الفايلات انا ما احتاجها راح اسوي لها سلكشن. زين هذا ايضا هذا راح اسوي له سلكشن واسوي له ديليت. زين اكثر من فايل انا ما عجبني اريد امسحهن، فشلون اسوي عمليه ملتيبل سلكشن؟ ادوس كليك هنا أنا. بعدين احتاج الى ضغط الكنترول، خل اروح على الاون سكرين كيبورد اشوفكم الكنترول وين صايره. هذا الكنترول، هذا الكنترول، نضل دايسها مع السلكشن. هسه انا ضل انا دايس الكنترول ودست هذا ما عجبني، وايضا دست هذا الفايل ما عاجبني، هذا الفايل ما عاجبني، هذا ما عاجبني، هذا ما عاجبني، ايضا هذا ما عاجبني، فسوى سلكشن لمجموعه من الفايلات عندما ضغطت الكنترول مع الكليك. الكنترول ظل يدايسه، بعدين انا حولت سلكشن لكلها. المهم اخر شيء اسوي عمليه كليك ايمن لاي واحد من عندهم واقول له ديليت، راح يمسح لي اياهم كلهم وديهن ايمن للريسايكل بين. نجي نتكلم عن فقره الكات والكوبي والبيست. اي ملف اي فولدر اي معلومه داخل ويندوز ممكن ان ننسخها ونلصقها في مكان اخر او بنفس المكان. مساله النسخ ممكن ان يكون نسخ مع الحفاظ على الجزء الاصلي يسمونه كوبي، او نسخ مع قص الجزء الاصلي ما اريد بهذا المكان يسمونه كات. الكات والكوبي اثنيناتهن اذا اريد الصقهن اسوي عمليه بيست لصق. عمليه الكوبي والكات يخزن المعلومات مؤقتا في حافظه ضمن الرام او راندوم اكسس ميموري تسمى الكليب بورد. الكليب بورد. اذا هذا نظره عامه عن الكات والكوبي والبيست. اذا الكات عمليه نسخ معلومه ومع عدم الاحتفاظ بالملف الاصلي، اما بالنسبه للكوبي هي عمليه نسخ المعلومه او الفايل مع الاحتفاظ بالملف الاصلي، اما البيست هي لصق الفايلات المنسوخه او المقصوصه في مكان كان يكون نفس المكان او مكان جديد اخر. اما بالنسبه للكليب بورد، الكليب بورد هي مثل الحافظه، توجد هذه الحافظه ضمن الذاكره العشوائيه. من اسوي عمليه كوبي او كات تنخزن المعلومات مؤقتا لحين عمليه اللصق، راح يلصقها بالمكان اللي احنا نريده. تبقى هذه المعلومات مخزونه بالكليب بورد لحين عمليه ترسيت الحاسبه، راح تختفي هذه المعلومات، ترسيت الحاسبه واطفائها. هنالك ثلاثه طرق لعمليه الكاتينج والكوبي. هسه راح نسوي عمليه كوبي وكات وبيست لفايل. كان يكون انا خلقت نيو، كليك ايمن نيو فولدر، هذا الفولدر سميته مصطفى، وهنا انا اجيت خلقت تكست دوكيمنت نوت باد سميته ايضا مصطفى. هنا انا ما صار عندي نوع من الكونفليكت ويا من ويا الاسامي او تضارب ويا الاسامي، لان هذا عبارة عن ملف وهذا عبارة عن فولدر. عملية الكوبي اذا ردت اسوي عملية كوبي، هذا اسوي له نسخة بداخل هذا الملف، مجرد انه ادوس عليه كليك ايمن وراح اقول لك كوبي. هذا نقلت معلومات هذا الملف ضمن الكليب بورد بالرام، افتح هذا الفولدر واسوي كليك ايمن بالمكان الفارغ واقول له بيست، راح يلصق لي هنا. من اسوي هنا مينيمايزنج، هذا موجود هنا وهذا موجود هنا بداخل الفولدر، فسوينا عمليه كوبي اي احتفظنا بالملفين كل واحد بمكانه. او مثلا هذا راح اسوي له ديليت، وراح نسوي طريقه اخرى للكوبي. هذا كليك ايمن واقول له عمليه كوبي وافتح الملف اسمه مصطفى، وهنا انا راح اروح على اليمن على عمليه البيست، ما يحتاج كليك ايمن واقول له بيست، هنا انا موجود بيست.
من سوينا هنا عملية لصق ممكن انه هذا اختارها واقول لك copy وبنفس المكان اسوي له paste بس سوى يعني اوتوماتيكيا غير الاسم غير الاسم حتى نحاول نميز هذا عن هذا فقال هذه نسخة عن هذا اذا سويت تعديلات على هذا وخزنت سويت كلوز وسيف خزنت صار هذا الفايل على معلومات القديمة وهذا على معلومات الجديدة طلاب اتمنى تكون واضحة عندكم انه من نسوي عملية نسخ ونسوي تعديلات على الملف المنسوخ الجديد المنسوخ القديم معلوماته تبقى نفس ما هي والفايل الجديد اللي نسخته هي اللي تتغير بالمعلومات هذه عملية الكابي اما عملية الكات نفس الطريقة اروح على الفايل واقول له كات واجي هنا أنا اقول له اما بيست منه او كليك ايمن بيست شو راح يقول لي يقول لي هذا الويندو يقول لي ترى عندك انت فايل بنفس الاسم تريد تجي تحطه فوقه تنقل المعلومات اللي انت هسه تزويتها جديدة فوق القديمة لو تلغي العملية لو تسوي عملية مقارنة للفايلين وانت تقرر ياهو اللي تبقي وياهو اللي تشيله فراح اسوي مقارنة اقول له اثنينات اريدها مثلا راح يسوي لياهن اقول له كونتينر زين فصار عندي ملف كابي وملف اسمه مصطفى ومصطفى اثنين لان انا قررت ابقيهن اثنيناتهن وشاليها من الديسكتوب لان سويت عملية كات هسه احنا شنو تعلمنا الكابي والكات طبعا ايضا انه انا اقدر اسوي عملية الكات من نام داخل هذا بس مجرد اروح على المقص اللي يشوفونه هنا اختصار الكات شنو كنترول زائدا اكس هذا هو عملية اختصار عملية الكات كنترول زائدا اكس نرجع على المحاضرة مالتنا اكو طريقة اخرى ايضا للكاب مجرد انه اسحب الفايل مع الكليك سحبته تشوفون عملية move to desktop تشوفون انا ساحب يجي نقل يا desktop نقل النقل حاله حال الكات شلته من جذوره وديته هنا نجي نتكلم عن مسألة الشورت كات للفايل طلاب الشورت كات شيء كلش مهم ايضا كان يكون هذا الفايل اللي هو اسمه مصطفى منه فتحه بمعلومات اسمها مصطفى اما هذا الفايل هم اسمه مصطفى سويت له كوبي او كات ما به معلومات لان من نسوي كوبي او كات كل معلومات تتجدد مكان معين يعني هنا صار فايل منعزل عن هذا الفايل لكن اذا هذا الفايل سويت له كليك ايمن واقول له كرييت شورت كات سوي لي طريق مختصر او كليك ايمن واقول له send to انتبهوا send to للديسكتوب create shortcut او هذا الشورت كات اللي سويته اسحبه واحطه بالديسكتوب كيفكم راح اسوي له ريبليس لان بنفس المكان كل هذه الطرق لعمل الشورت كات وانقلها الى الديسكتوب فصار عندي هذا الملف اللي موجود بداخل فولدر اسمه مصطفى موجود شورت كات إليه مثل ما تشوفون العلامة مالته هنا طريق مختصر للملف اللي موجود هنا هذا الملف من أفتحه إيش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي مصطفى من أغير المعلومات وأخزنها راح أيضا هنا تتغير المعلومات مو حالة حال الكوبي تفتهمون طلاب؟ أهم شيء يكون تفتهمون هاي الملاحظة إنه فرق الشورت كات عن عملية الكوبي انه الشورت كات هنا من افتحه كانه فتح الملف الاصلي فاي تعديل بداخل الملف راح ينشمل لكن من اني احذفه هذا على الديسكتوب من اسوي له عمليه ديليت ما راح يتاثر الملف الاصلي هذا الملف الاصلي وهذا الملف الشورت كات وهذا الديليت مسحته هذا بقى بس مجرد مساحه الشورت كات او الطريقه المختصره بينما هذا مصطفى 2 اذا مسحته بعد ما عندي اي مصطفى 2 هذا كليك ايمن ديليت إذن اللي يريد يسوي شورت كات عندكم عدة اوبشنات
دوس كليك على الفايل اللي اريد اسوي له شورت كات، وبعدين اقدر اسوي عمليه كليك ايمن زين واقول كرييت شورت كات. هذا بالمكان المحدد اسوي لي كرييت شورت كات هنا. اما اذا اريد شورت كات احطه على سطح المكتب، كليك ايمن سين تو، ارسل لي اياها الى سطح المكتب وكرييت شورت كات. هذه الطريقة وهذه الطريقة، يا اما اسوي كرييت سين تو لسطح المكتب، او هنا انا اقول لك كرييت شورت كات وبعدين اسوي لها كوبي او كات وانقلها للمكان اللي يعجبني، كان يكون ديسكتوب او غير فولدر. بعدين انه هذا اذا مسحتها من هنا سويت لها ديليت، عندي دقمة على الديليت اللي هي على الكيبورد مباشرة راح يمسحها وتمسح الفايل الاصلي. هذه همين ايضا راح اسوي لها ديليت ما يمسح الفايل الاصلي. هذا كل عملية طبعا النسخ واللصق. هنا أنا قلنا عملية النسخ واللصق تشمل ايضا استخدام الكيبورد، اذا دسنا كنترول زائد اكس او كنترول زائد في كنترول سي كوبي، هذن كل الامور اللي تخص البيست كنترول في الكوبي كنترول سي الكات كنترول اكس باستخدام أو باستخدام الرايت كليك مثل ما كل التفاصيل أنا ذكرت. الآن نجي نتكلم عن طرق البحث. أنا خلقت لي فايل أو سويت اشتغلت معلومات، كان يكون عندي فت صور، صور التخرج مالتي، أريد أبحث عن صور التخرج، فأنا عندي طريقتين للبحث. الطريقة الأولى the main search box، هذا يسمى main search box زين. الطريقة الأخرى فايل اكسبلورر ويندوز. عندكم طريقتين للبحث، ليش نستخدم مرة هذا وليش نستخدم مرة هذا اللي هو الفايل اكسبلورر ويندوز. يعني هذا الفولدر، اي فولدر افتحه اكو لي فوق هنا سيرش، هذا يسمونه فايل اكسبلورر التابع للويندوز مال، يعني للنافذة هذه. فاني من اريد ابحث عن ملف طلاب، هذا الملف او التطبيق ضمن الاوبريتنج سيستم يعني ضمن الويندوز، مو موجود بغير مكان، كان يكون بسي دي، كان يكون بفلاش، كان يكون مثلا بتقسيمات الهارد الاخرى. احنا حكينا بالمحاضره قلنا انه الهارد اول ما يتنصب حاله حال البيت، اول ما ينبني البيت انا من ابني ما اقدر ابني غرفه واحده بس لمساحه كلش كبيره، لازم اسوي بارتيشنات تقسيمات غرفه بصف غرفه بصف غرفه للخصوصيه، خصوصية مثلا كان يكون هذا مطبخ، خصوصية هذا استقبال او كذا. فنفس الحالة الهارد، فمن اريد ادخل على الهارد هسه هذا this PC، قلنا هذا المدخل للستورج ديفايسز، من فتحه راح يطلع لي عندي شكو شيء هنا الهارد مالتي مقسم كم قسم، انا مقسم مسألة السي مالتي، هذا السي اللي هو مكان الاوبريتنج سيستم مثل ما تشوفون علامة الويندوز ضمن هذا دائما يختار السي. اما بالنسبة للملفات الاخرى او الفولدرات الاخرى او التقسيمات الاخرى راح تحتوي على معلومات اخرى، اذا صارت مشكلة بالسي هنا من مساحة الفرمتت ما راح تتأثر هذه المعلومات. فاذا عملية السيرتش هنا راح تكون ضمن الاوبريتنج سيستم يعني ضمن السي فقط، اذا عندي معلومات بالدي وبالاي وبالاف ما راح يتطرق لهن ولا راح يروح لهن. هذه تعطي اكثر خصوصية لجماعة مثلا اليوزر اكاونت، يعني اذا دخلت بغير اكاونت وسويت عمليه بحث هنا راح يبحث بس ضمن الاكاونت مالتك وضمن السي. فمثلا اريد ابحث عن وورد مثل ما بحثنا بالمحاضره السابقه زين، مباشره راح يطلع لي هنا كلمه وورد. اكو امكانيه اخرى انه ابحث مثلا عن مصطفى، يطلع لي شكو شيء يخص مصطفى طلبتنا. السيرش بار هنا توفر لنا مثل ما قلنا بحث داخل الويندوز، إضافة إلى إمكانية البحث ضمن النت إذا كان مربوط عندي نت مثلا جوجل، زين راح يقول لي جوجل كروم أو روح سيرش ذا ويب وافتح لي جوجل. إذن هذا عملية تتيح عملية بحث داخل النت وداخل الويندوز. لكن اذا انا اريد ابحث عن فايل
ضمن مجموعة فايلات مثلا هذه محاضرات عندي وأريد أبحث ضمن هذه المحاضرات فأفتح الفولدر عندي هذا اللي أكثر خصوصية بحث أكثر خصوصية ليش لأن هذا يفيدني وين إذا أنا رايح بمكان بغير السي وأكتب first مثلا وأقول له enter راح يقعد يسوي لي شكو شيء موجود بالفيرست راح يبحث لي عنه زين اكو بعض الفايلات طلعت لي ما موجود بها مصطلح فيرست لكن موجوده ضمن فولدر اسمه فيرست اكو بعض الامور ايضا مو من ضمن الفولدر بداخلها اكو كلمه فيرست كل هذا يبحث لي عنه وكل هذه الأمور أقدر أسوي أوبشنات كان يكون أبحث لي حتى اللي يسموها الفايلات المضغوطة إذا أنا سويت عملية بحث عن اسم لكن بعض الأحيان أنا الاسم ما حافظه لكن أعرف مثلا التاريخ اللي خلقت به الفولدر قبل أسبوع أو أسبوعين أو مثلا أعرف الحجم الفولدر اللي أدور عليه كان يكون صورة كان يكون فيديو جيجا أو كذا كل هذه الأمور أقدر أتحكم بها من خلال الـ Search Tools مباشرة من أدوس Enter راح يطلع لي Search Tools راح أقول له تبحث لي بالـ Current Folder بالـ All Subfolders أو بالحاسبة ككل دور لي بالحاسبة ككل هذا البحث يشمل الحاسبة كل الـ C والـ D والـ E والـ F كله أبحث لي مثلا عن هذا الملف اللي يحتوي مثلا العبارة التالية first مثلا ممكن ايضا انه انا ما اعرف مثل ما قلنا ما اعرف اسم الفايل اقول له بهذا الاسبوع او بذيك السنة او today او اي يوم من الايام انا خلقت مجموعة فايلات ابحث لي عنها او لا حجمه يكون هكذا حجمه ضخم مثلا من 1 الى 4 جيجا وهكذا او حجمه صغير اكو بعض الخصائص ابحث لي مثلا عن طريق تاجات فولدر باث تايب يعني مثلا بي دي اف اريد بس طلع لي بي دي افات نرجع لمحاضرتنا وعطيتكم انا طبعا تفاصيل كل طريقه بحث كل هذه التفاصيل انا طبعا ذكرتها هنا اذا اردنا نوسع البحث ليعبر نطاق كلمة أو جملة معينة خاصة بفولدر أو فايل ممكن أنه نبحث عن سايز معين أو مثلا نبحث عن تايب معين لملف كل هذه الأمور ذكرتها بالتفاصيل هنا أما بالنسبة إلى الاكسرسايز هذا طلاب راح يجيكم سؤال أطلب من عندكم تسووا لي الفولوينج تري الفولدرات مثل هذا السؤال اقول لك سوي لي هذا التري اللي هو عبارة عن السهم يبدي من فولدر اسمه A1 احنا راح نميز الفولدر عن الفايل بالكابيتال والسمول نقول لك فولدر اسمه A1 داخله A2 وبعدين داخله A3 فشلون احل هذا الاكسرسايز هاي راح اسوي لها مينيمايز او راح احطها على صفحة حتى نشوف الشغل قدامنا بأي مكان أخلق الفولدر ماكو مشكلة نخلق الفولدر على الديسكتوب كليك أيمن ونقول له نيو فولدر زين هسه واختار الفولدر هنا أنا بهذا المكان راح أحوله هذا الفولدر راح أعيد العملية عفوا حتى تصير أسرع وأسهل كليك أيمن نيو فولدر وراح أسميه A1 فأدوس الشيفت وحرف الاي حتى تطلع لي الكابيتال وبعدين رقم 1 راح ادوس انتر او دبل كليك راح ادوس انتر وادوس عليه دبل كليك وافتحه هنا أنا. راح انزل مينيمايز حتى اشوف مالتي المعادله او التري واجيب هذا هنا أنا. فصار عندي هذا الفولدر اسمه A1 هذا الفولدر A1 بداخله A2 راح مجرد اخلق لي فولدر جديد واسميه A2 انتر وراح بداخله A3 دبل كليك هنا افتحه واقول له نيو فولدر
واكتب A3، فصارت عندي اللي هي الشجرة نفتحها A1 بداخل A2 بداخل A3 اللي هو هذا حل الاكسرسايز. أعزائي الطلاب، أنا شاكر مشاهدتكم للفيديو، تحياتي لكم مع ألف سلامة، في أمان الله.